شكون يشفع على هذيك الغنيه تاع واش داك الواد يا ميمونه هكاك اليوم مونيا بن فاغول هكاك راح يصرا فيك واش داك الواد يا مونيا. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في قناه ديالكم رائد فلوغ سيزون 2. شحال خطره نحلف ونقول والله ما زين كلاشي حتى واحد بصح يكون قلبي كيلقى واحد هكا يهضر على الحراقه ولا يحقر الحراقه ولا يهضر على لي جان تاعنا تاع الجزائر ولا يسب الجزائريين ولا يكون قلبي ندخل نكلاشيك الغالب ونحطك لهنايا ونفرش لك بالطابيغوز كاع. اليوم راح نكلاشي هذيك نعناع، وقبل ما نكلاشي يبدا الكلاش تاع الصح بيت نوضح جوج امور برك. الحاجه الاولى سيكو خوتنا هذيك شيماء ربي يرحمها ويوسع عليها خاوتي، يعني طفله ماتت وواحد ما على بالو واش كاين واش ما كاش، ما يجوز عليها غير الرحمه نقولوا ربي يرحمها ان شاء الله والله يعطي الصبر لماليها. وهذاك اللي دار هذاك الشيء هذاك كاع رانا كونتر عليه، ومشي غير هو هو وامثاله كاع رانا كونتر عليهم، ان شاء الله يديروا لهم الاعدام ولا المؤبد، المهم ان شاء الله عقوبه اللي ما يزيدوش الناس يعاودوا موراها كاع كيما هو. ولكن هذاك مينوريتي من الشعب الجزائري، يعني فئه صغيره اللي دير هكاك ماشي كاع الشعب الجزائري يا نعناعه. والحاجه الدوزيام اللي حبيت نهضر عليها بلوطو نوضحها قبل الكلاش، قبل ما يبداو البنات تحتها ولا خاص ماشي اللي جان ليا هضروا دوكا، وانما البنات رايحين يبداو كاين واحد الفئه تبدا تقيل تحتها في لي كومونتير. نوضح هذا الامر برك واش راح نهضر انا دوكا، واش راح نهضر دوكا ما يمثلش النساء الجزائريات ولا البنات تاع الجزائر، باسكو البنات تاع الجزائر فحلات وحرات وتسمى، ولكن نهضر على هذه نعناعه يعني مونيا بن فاغول نعناعه وعلى امثالها. يعني واحد الا كش وحده راح تريكلامي وكدا عرفي بلي انت قاسك الفيديو راكي من الجماعه تاعها. نبداو في الفيديو. كنت بن فاغول مونيا دي بن فاغول ممثله على كل حال تعرفوها كامل، وسمعتوا كاع واش هضرت على الجزائريين. انا شفتها البارح برك ما شفتش الفيديو هذا من قبل، كنت شفتو البارح اهلا بها اليوم امام روطار هو عنده سمعنا من الاطار بصح معليش رائد هكا طيح دوكا نفلقك دوكا. شفت الفيديو هذا وكلاني قلبي، شفت الفيديو نشوفوه كاع كيف كيف. ها ماشي شوفوا انتم كاع شفتوهم بصح نجوزوه ديريكتومون. سمعوا واش قالت يرحم باباكم باسكو وجعني قلبي قسما بالله. نشوفوا الممثله هذه المحترمه واش هضرت. الممثله المعروفه مونيا بن فاغول. كاين شوفكم كي نمشي برا هكا دي فوا جو فوا دي في باسي وكون نشوف هكا في طوموبيلتي نشوف كيفاش تشوفوا فيهم شغل طرف الحل. كي تكون ماشيه برا وتشوفها بطونوبيلتها عندها طونوبيل باركو لها خوتي باركو الصحه ولا هنا كل شيء مبروك مونيا عندك طونوبيل غير انت عندك طونوبيل في العالم واحد ما عنده طونوبيل على بالك غير انت عندك طونوبيل بالصحه ولا هنا والله العظيم دي فوا كنشوف هنا ريوك خو سنة سنة العوده دي فوا والله العظيم دي فوا كنشوف هنا ريوك 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 طفله لابسه نورمالمون قالت لك نكون ماشيه برا تشوف لي جان يعني يبداو يشوفوا في البنات وتشوف الريوك لهنايا وين هذه في داركم؟ بالك في داركم مع احترامات الاهل تاعك. انا لا اله الا محمد رسول الله حياتي كاع ولا في جامي باش تريوق لهنايا. إلا أنت يا عباك كاين واحد المثل يقولوها الناس بكري يقول لك قط جيعان وطح في شحمة فايحة. على بالي تفهمي واش كاين أونتخ لي لين يعني واش كاين واش راني نقصد. قط جيعان طح في شحمة فايحة، يعني إلا شتي واحد ريوق هنايا عرفي بلي هذا قط جيعان وأنت وهذيك الطفلة هذيك هي شحمة فايحة. يعني إلا شتيهم تيريقوا عليك فهمي القود وحدك. سنة نزيدو نكملو سنة. انا ان بوتي جين ان بوتي بو تري جولي. عاود عاود عاودي. ريوك ريوك. طفلة لابسة نورمالمون. لابسة نورمالمون، هنا قالت لك بورتون، قالت لكم طفلة لابسة نورمالمون، يعني نورمالمون لابسة. لابسة نورمالمون ونقلبوها تولي نورمالمون لابسة، يعني كيف كيف. الطفلة هذيك اليوم الريوك عليها، نورمالمون لابسة، يا بنت الناس نفهمك واحد الحاجة، كاين لبسة من لبسة، كاين بنات يلبسوا ما يلبسوش. كما قال عادل الامام لابسه من غير هدوم، يعني يخرجوا برا انت تكون مع العائله تاعك تحشم، هنا في اوروبا بالك ما نشوفوهاش، بالك كاين امور كاين شي بنات شي بنات ما يحترموا لا دارهم لا العادات التقاليد لا هذوك هما اللي ماشي ما نقولوش يخمجوا المجتمع، ما تقدرش تخمج المجتمع ولكن هذوك افه افه في المجتمع، مينو غيتي تلقاها لابسه اللبسه اللي حنا هنا في ايطاليا ما يلبسوهاش، الكور كفار يديني بنات لا ليبرتي توتال وما يلبسوش اللبسه هذيك، يعني انت شوفي هذوك البنات ولا حنايا وشفناهم بارتو في كاع في البلاد تاعنا كاع تشوف من داك تشوف طفله لابسه ماشي لابسه كاع تتحشم الوغ هذيك اللي الناس يبداو يغزروا فيها بصح واحده لابسه محترمه وكذا ما واحد ما يغزر فيها الا تلبس الطفله تلبس لبسه محترمه واحد ما يغزر فيها كاين شي ديجا ثاني مينوريتي اللي يتبلى نابورتو كوا يتبلى حجره قطعه ما على باليش نورمال
ماشي سافي با دير نورمال تماني معاه، ولكن كاين مينوغيتي كيما كاين مينوغيتي تاع بنات ما يحشموش، كاين مينوغيتي ثاني تاع الرجال ما يحشموش، هذا كيتبلى اللي بالجلباب اللي بالسروال اللي بالمينيت اللي يتبلاهم كاع هذيك. ولكن المشكل وين راهو؟ سي كنت هي مع الاول في الفيديو تاعك هذا مع الاول واش كنتي تهضري علاش ما علقتش عليه؟ باسكو كنت داكور معاك واش هضرتي مع الاول كنت داكور معاك، ولكن كي سخنت لك الفرفاره بديتي تيري مطرف وليتي تهضر على الرجال يسيحوا لهم الريوق ويشوفوا فينا برام على باليش وكذا، هنا اللي راح نرد عليك. تما حبيت نقول لك بلي كاين بنات صح نورمال مو لابسين نورمال مو صح نورمال مو ماشي لابسين بيتي او تري جولي ولا شكون اميره دايما شكون اميره حبسي 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 شكون اميره اللي كنتي معاها انا ما نعرفوش اميره انا انت ما كنتش نعرفك تجيب لي ليك والله غير كنت مع اميره شكون يعرف اميره تاعك هذه لا غير وحده غير كيما كنت مع اميره دايما كنا في العاشور جات الطفله وقعدت باسكو الطوموبيل تاع اميره فيمي اميره طلعت بارك كنت هانيت الاميره خاوتي اميره صاحبتها تعرفوا انا ما نعرفش بصح المهم اللي يعرف اميره تانيت يبارك لها الطوموبيل عندها طوموبيل فيومي كانوا في العاشر بطوموبيل فيومي المهم باركوا لها خوتي تما انت عندك طوموبيل وصاحبتك عندك طوموبيل ريفيرونس هذه عنده الطوموبيل با 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 اميره فيومي كنت نشوف والله العظيم كبير أمنتك. صغير كحكا وش بيهم؟ مخلوعين مكبوتين وي حبسي 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 او 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 ماشي سخنت لك الفرفاره انت شعلتي كاع كاع قالت لك والله غير كاع كبير وصغير هكا يغزروا فيها دوك نفهمك اختي انت بالطابلو ولكن دارتو فيه وتشك سي نورمال يقعدوا هاك مخلوعين نقول لك شكون هذا راجل مراه شكون بانيكين انا كاين نشوف هكا شويه تلفت لي راجل مراه بنادم كلون انت لو كتجي لهنا اوروبا بالماكياج اللي دايرتو هنايا يقدروا في اي حاله كتقعدي في كاش بلاصه هكا بوبليك يجوا الدراري صغار يلعبوا معك يحسبوك كلون شغل هذوك اللي يديروا العفايس باش يضحكوا الدراري يحسبوك هكاك قالت لك كبير صغير هكا واش راكي حاسبه روحك يا محبك دي فوا تشوف بنات استغفر الله يا ربي يعني ما واحد ما يحبش يهضر على خلق الرحمن يعني ما نضحكوش على خلق الرحمن ولكن انت راك دايره في روحك باطل مكبوتين واش ما عندنا واش مكبوتين واش ما عندنا انت واش عندك انت تما حنا مكبوتين انت ماشي مكبوت هذه الشعب الجزائري مكبوت ما عندوش انت ماشي مكبوت هذه افهمي وانا فاهمي وكاع فهموا كاع المتفرجين يفهموا شوفوا الطرب هكا تشوفوا ان بغا خطر انا لي ميم بغا اه وي قالت لكم بلي اونا لي ما بغا صح انتيا وحنا رجال عندنا لي ما بغا صح انتيا ماشي مرأة جزائرية حاجة ولكن انتيا واللي شبه لك عندنا لي ميم بغا وي عندنا لي ميم بغا عندك لي دورسو عندك الباك عندك تريسابس بيسابس ميم الشعر عندك في يدك يا رب حنا سي با لا ميم شوز سي تو كيف 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 صح كيف كيف حنا كيف كيف فوزافي لا دال لا دال قالت لكم فوزافي لا دال عندنا لا دال دو سول حنا حق الله في دارنا والله ما في الجزائر تماك في عندنا عجبون بلا باب عندنا لا دال دو سول حق الله انتم عندكم لا دال دو سول عندكم كلاش روز عبي لا دال حنا عندنا لا دال ما 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 تشوفوا في الناس هكا تشوفوا بالفيس في عينيكم تشوفوه تشوفي الفيس شنو تروحوا تتجاراو قالت لك قالت لك نشوفوا الفيس في عينيكم هي عباك شكون يقرا الفيس غير الفيسيوس انت لا كان مخك مخك لا داخل مخك ما عندكش مخ ولا داخل مخك كاين عفايس ماشي ملاح تعرفي تشوفي عفايس ماشي ملاح بصح الا كان في مخك عفايس ملاح تشوفي حوايج ملاح هذه هي تما انت راك تهضري على لي جون كامل كبار صغار قلت لك كامل كبار صغار وزافي لا دار دو زون رانا حابين القصص كنطبقوا صح القصص اقسم بالله غير اون تشوغا فريمون با مال دو مون استنى استنى انا عجبتني انا عجبتني حابين القصص قالت بلي حنا نقولوا بلي حابين القصص صح رانا حابين القصص ماذا بينا بصح شوفوا كيف بعد دارتها كنطبقوا صح القصص اقسم بالله غير اون تشوغا فريمون با مال دو مون مي فريمون كرويو خلعتيني كي درتي هذاك الجاز تاع با خلعتيني يا بنت الناس يا قسامك ما دوموند ايه لو كانت تما تهضري لو كان نطبقوا قصص اون تيغا با مال دو موند مانيش حاب ندخل معاك في الدين باسكو لو كان ندخل معاك في الدين انا ناقش شويه الدين بصح كاين بزاف امور كيطبق القصص ثاني حنا ماذا بينا نطبقوا قصص بصح ثاني السطره الحجاب الماكياج العرا لي ديسكوتيك هادو لازم يديسباريو اوكي فاهمة تما تك تهضري على حاجة وجهة واحدة أخرى حلال عليكم وحرام علينا تما نديرو قصص وي لازم نديرو قصص بصح ونحيوكم كاع نحيو كاع لي جان تاع الجزائر
علاش حنا اللي جات الجزائر كاع عليا ولا كاع ما كاع ما يخموش ولا كاع كاع دي زاسوافي. نعطيك واحد المعلومه اختي تما دوك ندخل لك في السيريو. اللي جان لك تضحكي عليهم ولاد بلادك هادو اللي جان تزيري لك تضحكي عليهم وتهضر عليهم ولاد بلادك هادوما اللي راهم منافدين البلاد وهادوما اللي منافدين الشان تاع البلاد. واللي جان هادوما لك تهضري عليهم بالك انت تعرفي عباد اصوافي ريقوا عليك باسكو قلت لك من الاول عطيتك ليكزومبل تاع قط جيعان فيش حما فايحه باش تفهميها. اما الباقيه واحد ما واحد ما سامع بك واحد ما على باله بك. الفاتشه تاعك ماشي تاع اللي دراكي وها انت تخرجي برا ماشي اللي يتبلاوك واللي ماشي اللي يتبلاوك صغار وكبار غير الا انت باش يتبلاوك درتي حوايج ماشي ملاح يعني لازم يتبلاك الا عريتي روحك او لازم يتبلاك ولا تحبي انت تعري روحك برا كامل وتحوسي واحد ما يغزر فيك ما تكزيستيش هذه في قريش ما كانتش هذه تروحي للسعوديه تعري يتبلاوك استري روحك واحد ما يتبلاك نحي هذاك الطابلو الفيوتشك واحد ما يتبلاك الا تبلاك واحد في الالف هذاك الواحد اللي في الالف ماشي مليح بصح ماشي تلقى نساء كاين شي بنات هما اللي يثيروا الفتنه هما اللي يديروا حوايج ماشي مليح ومن بعد يحاسبوا برا يقول لك متبلاونا سي لوجيك انت خارجه من داركم هكاك ماشي ملبسه معريانه والله العظيم يا خوتي قسما بالله الذي لا اله الا هو غير كاين دي فوا في البلدان تاعنا بعض الفئه نزيد نعاودها ماشي كامل يعني الحمد لله ماشي كامل بعض الفئه غير اللبسه تاعهم عريانه على البنات اللي تاع لهنا تاع اوروبا غير تحشم ما نشوفوش هنا 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 رانا عايشين في اوروبا لا لا تلقاها تلبس جي تلبس تيشيرت تلبس تلقاها تلبس هذاك العاليه في صواري ولا ما على باليش ماشي على شرطه صباح خارجه من دارهم راح تقرا ولا راح تخدم ولا لابسه الميني ولا عرا لا 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 وما تحوسوا او تبلاونا وكي تبلاك او ريوق تهضر على ولاد بلادك على ما عندكش باباك انت ما عندكش خوك ما عندكش فيونسي تاعك راجلك وبالك انت تهضر على ولاد بلادك وكي تسبي في ليجه تاع ولاد بلادك بالك الفيونسي تاعك هو ويريك برا ويريك على السوسيال كاع. نعطيك نصيحه اختي الا كي حبات تزوجي بقاوري تزوجي بقاوري ولا كي تشكري في القور شكري في القور ولا تحبي القور حبي القور ولكن ما طيحيش بولاد بلادك باسكو ولاد بلادك ما يحبوش يطيحوا ببنات البلاد حنا ما طيحوش بنات البلاد دائما نقولوا جزائريات فحلات وجزائريات حرات بصح كي نشوفوا كيما عيبات كيما نتوما تحضري الطوموبيل ميم نتوما كاين بنات ماشي كامل دائما نقول ماشي كامل كاين بنات كي تجوز طوموبيل يسيح لها الريوق جوج طوموبيل شابه كاش طوموبيل ما كاش اسال كاش شابه ولا ديكابوطا شابه ولا تسيح لها الريوق تسمى نقولوا كاع جزائريات لا لا نقولوا هذيك السوسيال لا الريوق يطيحوا لها انت تالي كي تهضري مع واحد اخرى نقي فمك وما تهضريش على الشعب الجزائري ولا على الشباب الجزائري اهضري على فئه كيما كاين فئه من اللي جا ماشي مليحه كيما كاين فئه من البنات ماشي مليحه وربي يهديك وان شاء الله تدي لي ميريكش عليك وان شاء الله تريحي هكا شجره ناشفه باش واحد ما يريق عليك ولا يريق عليك كاش قط. السلام عليكم وفيف لي زالجيريان ويحياو ولاد البلاد بارتو وين ما كانوا واللي ما يحبش ولاد البلاد كملوها انتم في كومونتير تشاو راه